السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عامل ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل تدريبات على درس الكميات القياسيه والكميات المتجهه في المدرسه. في شرح الدرس دوت هتفهم يعني ايه كميه قياسيه وكميه متجهه، وهتفهم الفرق ما بين المسافه والازاحه. فاحنا النهارده هنحل بعض التطبيقات على الكميات القياسية والكميات المتجهة وعلى المسافة والإزاحة. فهو أول سؤال بيقول لك إيه؟ أول سؤال بيقول لك أي من الكمية أو من الجمل التالية يعبر عن كمية أساسية قياسية؟ هو عايز إيه؟ كمية أساسية قياسية. طب أساسية يعني ملهاش قانون، زي مثلا الإزاحة، وقياسية يعني ملهاش اتجاه. طب يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة دال، لأن الكتلة كمية أساسية وفي نفس الوقت ليس لها إيه؟ اتجاه، فتبقى الإجابة دال. طيب من أمثلة الكميات الأساسية المتجهة، إحنا قلنا إن أساسية ملهاش قانون، متجهة يعني ليها إيه؟ اتجاه، فتبقى طبعا الإزاحة، لأن الإزاحة ملهاش قانون أو لا يمكن اشتقاقها بدلالة كميات أخرى وكمان لها اتجاه. أي من الجمل الآتية تعتبر عن كمية مشتقة متجهة؟ مشتقة يعني ليها قانون، ومتجهة يعني ليها إيه؟ اتجاه. طبعا السرعة كمية متجهة شرقا وليها إيه؟ قانون مسافة أو إزاحة. ولك صعد فأرا على حائط مسافة 4 أمتار ليبحث عن غذائه ثم عاد إلى نقطة بدايته. طالما عاد إلى نقطة بدايته، إحنا عارفين إن طالما الجسم بيعود تاني تبقى الإزاحة بتاعته بإيه؟ بصفر، لأن بدايته هتبقى هي إيه؟ نهايته. في أي من الحالات الآتية تكون قيمة إزاحة الجسم أكبر منك؟ بص يا أستاذ، الإزاحة أصل خط مستقيم بين البداية والنهاية. في حالة الخط المستقيم فإحنا بنطرح، هو مشي 5 رجع 3 يبقى 5 ناقص 3. وممكن تراجع الايه القوانين معايا فين في المدرسة، في ورقة كده صغيرة بنعمل فيها قوانين. هنا الازاحتين عمودي على بعض، فهنطبق قاعدة فيثاغورس، فتبقى الازاحة اهي، دي مسافة كده ودي مسافة، خلاص. فهنطبق قاعدة فيثاغورس، فيبقى الوتر دوت، وطبعا ده مثلث 3 4 5، فيبقى هنا 5، يعني هنا 2 وهنا 5. تعال نشوف دي، طبعا الازاحه هنا في خط مستقيم فتبقى 7، وهنا برضك في خط مستقيم تبقى 2، يبقى اكبرهم ج. لسه قايلين من شويه ان في الخط المستقيم الازاحه بطرح والمسافه بجمع، فانت هنا في خط مستقيم هتجمع عشان تجيب المسافه تبقى 350، وتطرح عشان تجيب الازاحه تبقى 150. 150 ناحيه ايه بقى؟ ناحيه الشرق. ناحيه ايه؟ اعملها ازاي؟ اقوم جاي على البدايه كده واقوم عامل كده شمال جنوب شرق غرب. طب نقطه النهايه اهي ناحيه ايه؟ ناحيه الشرق، يبقى 150 شرقا. في الشكل الموضح سياره تتحرك على طريق منحنى، فاذا كانت الازاحه الكليه 3 كيلومتر الازاحه، فان المسافه طبعا واضح من الشكل ده منحنى، وفي المنحنيات اكيد المسافه اكبر من الازاحه، لان الازاحه اقصر خط مستقيم، فهتبقى المنحنى طبعا اكبر. فانا بدور على رقم يكون اكبر من 2 كيلو. دي 3000 متر يعني 3 كيلو، صح؟ دي 2 كيلو متر، واحنا قلنا المسافه بتساوي الازاحه لو انت ماشي في خط مستقيم وانت مش ماشي في خط مستقيم. دي 1.5 يعني اقل، دي 2.7. هتقول لي اكبر يا باشا، دي بالمتر، دي بالكيلومتر. المسألة اللي بعديها يقول لك يمثل الرسم المقابل العلاقة البيانية بين الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم، ما المسافة الكلية التي تتحرك؟ تعال نحسب، دي كده الإزاحة، ده كده الزمن. المسافة مشي في الأول 8، بعد كده وقف، بعد كده مشي كمان 8، يبقى كده إيه؟ من 0 ل 16، يبقى هو كده مشي 16 أهو، ورجع 8، يبقى 16 زائد 8 24. بص بقى المسألة اللي جاية دي،
في المسألة اللي جاية دي بيقول لك يتحرك جسم على محيط دائرة نص قطرها ار باي. يعني هو بيقول لك ان ار بتساوي باي، ار دي اللي هي ايه؟ نصف القطر. تمام؟ طيب، ويقطع الجسم 75 من الدور. يعني بيقطع ايه؟ يعني عدد الدورات 75، يعني 3/4 دور، فتكون ازاحته. احنا قلنا في الراحة كده في الشرح انك لو ماشي، لو انت ماشي نص دورة، ادي نص دورة، فان ازاحتك الايه؟ القطر، فهتبقى 2 ار لو انت في نص دورة. ولو انت ماشي في ربع دورة او ماشي في 3/4 دورة، فان ازاحتك هتبقى ار جذر 2، نص القطر في جذر 2. ولو انت ماشي دورة كاملة هتبقى ازاحتك صفر. انت هنا ماشي قد ايه؟ ماشي 3/4 دورة، واحنا قلنا الازاحه بتتساوى كمقدار في ربع وثلاث ارباع، يبقى انت عندك ثلاث ارباع هتشيل الباي، يبقى باي جذر 2، لان الار بتساوي باي، فتبقى الاجابه باي جذر 2. عايز تعرف القانون ده جه منين؟ تعالى المدرسه اشرحه لك في وقت. يدور جسم على محيط دائره نص قطرها ار، فان ازاحته عندما يكمل دورتين. احنا قلنا في الدوره بصفر، الدورتين بصفر، دور مضاعفاتها بقى 10 دورات، 20 دوره، 30 دوره، برضك يبقى برضك بايه؟ بصفر. سؤال بيقول لك ايه؟ مقدار ازاحه جسم يتحرك حول محيط ربع دايره زي ما احنا قلنا اهو، هيساوي ازاحته خلال 3/4 دوره، يبقى هو هنا يساوي. تعال نشوف الصفحه دي. بيقول لك ايه في الصفحه دي؟ يدور جسم على محيط دائره نص قطرها ار، فتكون النسبه من المسافه التي يقطعها وازاحته. احنا اتفقنا اتفاق حلو قوي قبل كده، قلنا ايه؟ قلنا لما تلاقي كلمه نسبه تشد شرط الجسم، واللي يجي بعد كلمه نسبه تنكتب فوق. دي المسافه، المسافه في حاله الدوائر بتساوي ايه؟ عدد الدورات مضروبه في محيط الدائره اللي هي 2 باي نق، والازاحه خلال نص دوره لسه قايلينها من شويه 2 نق. تعال نطير كده، الاثنين هتطير مع الاثنين، النق هيطير مع النق، حلو كده. فتبقى عدد الدورات، هو هنا مشي كام دوره؟ مشي نص دوره، هو بيقول لك اهو خلال نصف دوره، خلاص خلال نصف ايه؟ نصف دوره، يبقى عدد الدورات هتبقى نص. يبقى نص في باي يطلع بكام؟ نص في باي يطلع بباي على الاثنين، فتبقى هي دي النسبه، باي على الاثنين. بص يا معلم في الرسمه الغريبه ديت، بيقول لك ايه؟ يتحرك جسم على مسار دائري والشكل المقابل يمثل العلاقه البيانيه بين الازاحه دي التي يصنعها الجسم والمسافه التي يقطعها، فتكون نص القطر. دي مش شكله هو ماشي يا بابا، دي علاقه بيانيه. امتى كانت الازاحه بتاعته بصفر؟ اهو امشي على نفس الخط ده كده، برضه هنا ازاحته بصفر. يبقى هنا اتم ايه؟ هنا اتم دوره كامله، لان احنا قلنا في حاله لما تكون الدوره كامله تبقى الازاحه بصفر، ادي الازاحه بصفر. يبقى الدوره الكامله المسافه بتاعتها ايه؟ 2 باي. طب ما انت قلت الدوره الكامله بتساوي ايه؟ المسافه بتساوي ايه؟ المسافه بتساوي عدد الدورات في المحيط. طب ما عدد الدورات هنا 1 والمحيط 2 باي ار اللي هو 2 باي نق يعني، فتبقى المسافة 2 باي، فتبقى 2 باي دي المسافة تساوي ايه؟ 2 باي نق. طب ده يطير مع ده، ده يطير مع ده، يبقى النق بكام؟ النق بواحد. تمام؟ يبقى الإجابة هنا هتكون ايه؟ النق بإيه؟ بواحد. اللي بعده، بص يا أستاذ دوت، لما تلاقي شكل زي كده في الامتحان فكر على طول في فيثاغورس. يعني انت لو انت عايز تجيب المسافة هنجمع واحد وثلاثة وثلاثة سبعة، فتبقى المسافة سبعة. طب ده ما فيهوش سبعة يبقى ما تنفعش، يبقى اي واحدة من دول. طيب المسافة ما بتساويش الازاحة الا في حالة الخط مستقيم، وده مش خط مستقيم، يبقى دي ما تنفعش. يبقى الايه هي سبعة يا خمسة، لاما هي سبعة لايه؟ لاربعة. تعال نشوف نعملها ازاي. بص احنا هنعمل حاجة، انت عايز الازاحة، انت عايز الخط ده، اجيب الخط ده ازاي؟ ما هي لو قفلت الشكل ده كده بقى ده وتر في المثلث،
ده ثلاثة وده بواحد يبقى ده كده بأربعة، وده كده الثلاثة يبقى ده كده أصبح مثلث ثلاثة أربعة إيه خمسة اللي أنت بتاخده فين في الرياضة. مسألة أخيرة، مسألة أخيرة، إزاي تجيب المسافة أو نص القطر من المسافة والزحمة. بص مع المسألة كده، الشكل المقابل يوضح حديقة دائرية، فإذا تحرك جسم محاذاة سور الحديقة من البوابة واحد رايح للبوابة اتنين فقطع مسافة 44 متر. واضح جدا من الشكل ان بوابة واحد لبوابة اتنين بتمثل ربع دايرة، فإن أقصر مسافة بين البوابتين واحد وثلاثة. يبقى هو عايز يجيب ايه؟ عايز يجيب القطر. يبقى انت محتاج تجيب نص القطر، تقوم جايب من القطر. اجيب نص القطر منين؟ من المسافه. ليه؟ مش انت بتقول كده ما معاك في الاداب ان المسافه هتساوي عدد الدورات مضروبه في المحيط اللي هو 2 باي نق. طب هنا عدد الدورات قد ايه في حاله لما كانت المسافه 44؟ كانت ربع دوره اهو. بص كانت ايه؟ كانت ربع، ماشي، في 2 في باي في نق. طب باي دي 22 على 7، فعلى 22 في 2 في 44، وده ال 44، و 2 على ال 4 تمام، والسبعة تحت، يبقى 8 على السبعة. تعالى بس نعيدها تاني كده بالراحة عشان بس احنا ايه نشوفها كده. ادي 44 وادي ربع الدورة، في 2 في 22 على السبعة في النق. 2 في 22 باربعة وايه؟ واربعين. فتبقى دي كده مع دول هيطيروا هنا، ويتبقى لك ان واحد أربعة في سبعة بتمانية وعشرين في نق يساوي واحد، يبقى نق بتساوي 28 ايه؟ هو مدالك بالمتر، يبقى 28 متر. انا كده جبت نق. طب هو عايز هنا ايه؟ هو عايز 2 نق عشان تبقى المسافة دي كلها، يبقى 28 و28 كام؟ 56. كده احنا خلصنا التدريبات على المسافة والإزاحة وعلى الكميات الأساسية والكميات المشتقة. تدريبات المتجهات إن شاء الله في المدرسة عشان تفهمها كويس. السلام عليكم.